شكون يعرفش ديال تأخذين السبعة؟ اليوم مش ديال أقدم سبعة الموجودين في تركيا، موش نيوزيلندا، إن شاء الله مرة مش نيوزيلندا، هو الأقزام السبعة، أما اليوم مش وريك ثانية، دي أنا. قبل ما نمشيو لبيوت الأقزام، باش نهزكم معايا لوتيل تحفون برشا في قرية المعشوقية. اسم الأوتيل بوتيك أوتيل معشوقية. الليلة في الفندق هذا كانت تكلفتها 850 ليرة على hotel.com. الأوتيل حلو برشا والناس اللي تخدم فيه باهية، خاصة فطور الصباح عجبني، كان كل شيء سخون وفرشك. تو باش نمشيو لبيوت الأقزام، قبل ما نوصلو ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. البارك هذايا تبع الدولة التركية والدخول ليه مجاني. احنا قاعدين تيهين نلوجو في البيوت الأقزام، بما انه البارك كبير برشا في كل مكان تلقى الخرائط. مهمتنا اليوم نلقاو بيوت الأقزام، يمكن نلقاو واحد ولا اثنين على خاطر الباقي في نيوزيلندا. يظهر لي قريب نوصل دير الأقزام، وهذا أقزام فرح بينا. أوه حتى فريد طلع لهنايا. تصور الواحد يعيش لنا في دار صغرونة بين الطبيعة والأدغال. المكان هذا على حسب ما سمعت عليه كان فيه زوز بيوت برد، وتو كبروه ولاو فيه برشا بيوت. وتو باش نمشي ونكتشف شنو فما اخر في البارك. لقينا في البارك زيدا برشا بحيرات اللي تنجم تعمل فيهم تصاور تستمتع بالمناظر الطبيعية. لقينا زيادة محمية متاع حيوانات في البارك هذا.
تفاجئنا بالبارك ياسر حلو، في كافيهات ومطاعم ومحمية حيوانات ومتحف صور، مش بيوت الأقزام برك، ما كناش متوقعينه باش يكون بالكبر هذا. تخيل المكان هذا كله فور فري، ما دفعناش ولا مليم للبارك هذا. حلقة اليوم وفات إن شاء الله تكون عجبتكم. أنا ننصح أي حد جاي لتركيا يجي يزور المكان هذا. ما تنساوش تنشروا الفيديو في كل مكان وتشاركوا في القناة. استنوا فينا برشا مفاجآت في الفيديو الجاي.